نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي اخترنا منها لكم في أخبار الصحة: تحصين الخلية ضد دخول فيروس الإيدز. جاء في تفاصيل الخبر: توصل باحثون من معهد سيكريبس للأبحاث إلى طريقة جديدة لربط الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز إلى الخلايا المناعية، ما ينشئ خلايا مقاومة للفيروس. وتمكن الباحثون من خلال الدراسة الحديثة من السيطرة على الفيروس من دون الحاجة لاستخدام العقاقير. إلى صحيفة الوسط البحرينية مشاهدينا، قريبا شحن بطاريات السيارات الكهربائية في غضون ثوان فقط. تمكن باحثون أمريكيون من تطوير تكنولوجيا شحن قادرة على شحن سيارتك الكهربائية في غضون ثوان معدودة بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وصديقة للبيئة، من خلال عملية سريعة وسهلة مماثلة لتزويد السيارات التقليدية من محطات الوقود. ويرى خبراء الطاقة أن الابتكار الجديد يمكن أن يعجل باعتماد السيارات الكهربائية والهجينة والقضاء على الوقت اللازم لوقف وإعادة شحن بطارية السيارة الكهربائية. في أخبار الفضاء مشاهدينا، نطالع من صحيفة القدس اكتشاف كوكب غلافه الجوي أكثر حرارة من نجوم كثيرة. قال باحثون أمريكيون إنهم اكتشفوا كوكبا ترتفع درجة حرارة مناخه عن درجة الحرارة في كثير من النجوم، حيث يعتقد الباحثون أن درجة حرارة الغلاف الجوي لهذا الكوكب تبلغ نحو 4300 درجة مئوية نهارا. وعز الباحثون هذه الحرارة الشديدة لضآلة المسافة بين هذا الكوكب ونجومه. أيضا من الفضاء مشاهدينا، من صحيفة القبس الكويتية، سبيس أكس تطلق صاروخا للمحطة الفضائية. أطلقت شركة اكتشاف الفضاء سبيس أكس بنجاح صاروخ فالكون 9 يحمل كبسولة محملة بالإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. وأطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا. وقالت ناسا إن الكبسولة دراغون المثبتة فوق الصاروخ محملة بأكثر من طنين ونصف الطن من الإمدادات.